بالقليل ولا بالكثير؟ نوزع الثروات تاع البلاد بالقسطاس بالعدل والعدالة الاجتماعية. الطريق هاك تشوف فيها طريق راي فيزد رايبة، القنطرة هاك تشوف فيها رايبة خلاص راي في خطر. كنت نقل مدرسي تاع ذريري ما عندناش حد اني راح نعد قريب 12 كيلو ولا اكثر، احنا قريب 50 عائلة ونص ذري بطلت القراية. نطلب من السلطات تشوف لينا الطريق هذه اشتري سيتي الماء ناقص، كاين الناس يجيها كل 15 يوم والناس ما تشربش خلاص، نكون مدرسي ما كانش من جهة ربي ينظرنا بعين الرحمة. الطريق هاك تشوفوا على طريق لا ما قنطر القنطرة درايبين ذري مهمشين لا قراية لا مدرسة لا مكان حدنا حتى شيء اللي يقبل البلاد هذي، رانا مهمشين ينظرنا بعين الرحمة من جهة ربي سبحانه وتعالى. خويا احنا الشغل الشاغل تاعنا هي الطبقة المعوزة الطبقة الكادحة السلطات العامية ينظرنا بعين الرحمة. الطريق هاك تشوفوا لا قنطرة لا ما والله حق النبي محمد امرأة حتى يدي لهنا والله ماتت هنا هي باهب الصغير تاعها. احنا نتكلم على مناطق الظل، هذه المناطق المنسية. مستوى الدراسي تاع هالدوار هذا راه سنة سادسة ابتدائي يحبس من الظروف اللي راهم عايشينها. تحل مشاكل وتضمن مصير أطفال اللي يكونوا غدوة إن شاء الله إطارات هذه البلاد. المنطقة هذه تاع غدير الحمار راني مخرجها رجال منهم عطية عبد الوهاب رحمه الله أو التركي اللي توفى في سر غزلان في التسعينات في هذه المنطقة. وزير التربية سابقا رشيد حروبية من هذه المنطقة. عبد الوهاب أول شهيد سقط في الوجب الوطني هاي المجد نتاعو من هنا في غدير الحمارة. طريق راهو ما عندناش الناس ما عندهاش من يتعد. اليوم راهي عزلة كبيرة، كاينة ذري هنا تقرا ما كانش القراية، الناس كلها حبس، الناس كلها رحلت. تابعين دولة أخرى حتى اللي يقروا الصغار. شوفوا كلش هام. كنا الريف نضمن فيه العيش الكريم. أمور بسيطة. أشبك قناة الوراث اللي جت زورتنا وشافت لنا المكان وبارك الله فيهم وتبلغ لنا المسؤولين تواعنا طان ياخذونا طريق لعل يفرج علينا ربي معاهم. نحن مبيع الغاز وقت كاش ما ينوب علينا ربي كاش ما كان. تونس ضد الغاز هي تقضيها نحن نطرجوا عليه. البراجة وين تغطت السفينية تعرى راح لا يروح ما كان شيء قرطوه ما تمروح عن البيت تكسر جيت على من على الجهة زدت في الواد هبط على الواد بكت خلاص أنا وين دخلت الإجراءات في أقرب الأجيال ممكنة لأننا على موعد في فصل الشتاء. هذا اللي تشوفوا فيه كانت الحوتة جدا هك ربي يبارك ما شاء الله كانت الحوتة الناس تصطاد من مدينة ونزا من مدينة عنابة يجوا يصطادوا الحوت هنا الكورة وأصبح ملعب لكرة القدم. رئيس يعني بارك الله فيهم رئيس دائرة طورة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي انتظر لساعة متأخرة من أجل الرد على انشغالات المواطنين خلما الرد في ولاية سوق هراس. إذا مشتة غدير الحمارة منطقة مشتة هي مصنفة ضمن مناطق الظل تفتقر إلى بعض الأساسيات يقطنها أكثر من 175 ساكن. تم دراسة كل الانشغالات مع السلطات الولائية وتم تسجيل أو التكفل بعملية كعملية أولى أساسية تزود بالمياه الصالحة للشرب، أين تم إنجاز عمليتين لتوصيل المياه إلى هذه المشتى بقيمة جمعية 300 مليون في غضون سنة 2021. الآن نحن بصدد العملية الثانية اللي هي فك العزلة عن السكان. في وقت سابق كان تم اقتراح عملية لإنجاز حوالي 10 كيلومتر من البطوم إلى 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 مشتى بناطية عن طريق غدير الحمارة، إلى أن تكلفة العملية تعدات 10 ملاير وين ما قدرناش نوفروا الغلاف المالي عن طريق التمويل. عودنا جزأنا هذه العملية إلى 3 أشهر. احنا بصدد إنجاز الشطر الأول وين راح تنطلق الأشغال في غضون
الأسبوع القادم إن شاء الله على مسافة 2.5 كيلومتر بمبلغ إجمالي يفوق 1,100,000,000. تبعا لتصريحات المواطنين سكان مشتى تغدير الحمارة أنه فيما يخص إعادة الاعتبار للمسلك الرابط بين غدير الحمارة ومشتى بن عطية على مسافة 2.5 كيلومتر بتكلفة 1,191,000,000 دينار، بعد أنه بعد الإجراءات الإدارية تم تعيين المقاولة، أرسلت الاستشارة على تعيين المقاولة قداش يوسف، والأمر بابتداء الأشغال يعني الخدمة يوم 7/8/2022 لإنجاز الشطر الأول إلى حين نهاية الأشطر الثلاث، وهذا طبقا لتعليمات السيد الوالي والسلطات العليا للبلاد لفك العزلة عن المواطنين. كما نطمئن سكان المشتى أنه نهارين ثلاثة أيام إن شاء الله راه يبدأ المقاولة تبدأ المعنية، وقمنا بالزيارة المدنية نوس المقاولة المعنية والتقينا بالسكان المواطنين ثم، وبربي إن شاء الله من السبت الأحد يبدأ إن شاء الله مشروع الطريق لفك العزلة إن شاء الله.